المهم يكون عندكم كهرباء انترنت وكمبيوتر والباقي بتتركوه على مايا بوقتها. صباح الخير مايا، كيفك؟ كيفك اليوم؟ تمام؟ تمام. اليوم رح نتعرف على مواقع التواصل الاجتماعي يلي هن فيسبوك، تويتر، كل هالاشياء سكايب. يعني بنسميهم سوشيال نتوركس او مواقع التواصل الاجتماعي، رح نحكي عنهم. اوكي، بس بالاول خلينا نذكر شوي شو صرنا معلمين لهلا. نرجع نتذكر من اول ما بلشنا هالفقره لهلا شو صرنا عاملين اشياء. تعلمنا اول شيء ندخل على ويب سايت. نتذكر شو يعني ويب سايت؟ بنفوت على www.اسمالويبسايت.com، هيك بندخل على ويب سايت. وشفنا كمان ويب سايت اسمه جوجل، بيسمح لنا نفتش على حيل شيء بدنا اياه بالعالم، بنفتش بنلاقي معلومات. وتعلمنا كمان نفتح ايميل، ندخل على جيميل مثلا ونفتح ايميل اكاونت ونقدر نبعث رسائل الكترونيه لحيل شخص بالعالم وبيقدروا يردوا لنا ونفتح معهم احاديث. هذا الشيء بيوصلنا للمرحله اللي بعدها اللي هي السوشيال نتوركس او مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي درجه اعلى من الايميل بطريقه التواصل. يعني بتسمح لحيل شخص يتواصل مع حيل شخص بطريقه متطوره اكثر من انه بس رساله. صحيح. فيك تبعت صور، فيك تبعت فيديو، فيك تفتح حديث مع جواب تشات، يعني تشوف الشخص بوجهك. ايه، ومش بس حتى رفقاتك، حيل شخص. يعني هلا بنشوف كل نتورك لحاله شو بيعلمنا. اوكي. هلا من زمان انا بتذكر كنا عايشين برات لبنان، كل مره امي بدها تحكي مع حدا برات لبنان التلفن وتصرخ على التليفون، الا ليه عم تصرخي؟ بتقلي تيسمعوني على لبنان. ورسمت هالرسمه هيدي هيك بتذكرني انه هلا بتشوفوها قدامكم على الشاشه، انه عم تسمعيني عم تصرخ على لبنان انه بدها تحكي مع ستي مش عم تسمعها. هودي كلهم خلص ما بقى في منهم، هلا صار في بديل. خلصت ايامهم وصار في صار في بديل لهم. يعني خاصة هلا يعني العالم عم بتسافر تشتغل برا، والولاد عم بيروحوا اللي بالجامعات عم بيروحوا يدرسوا برا، يعني زادت الحاجة انه الناس يضلون على تواصل مع بعضهم. طبيعي. يعني وبكلفة اقل. وبكلفة اقل، هيدا كمان نقطة كثير مهمة. كتير. يعني كلفة كثير قليلة وحتى ما في كلفة. ما في كلفة. بيكون في يعني يشتركوا انترنت اذا بدهم، هيدي هي الكلفة. مزبوط. ونقطة ثانية كمان هي اصحاب الطفولة اللي يمكن صار لك زمان ما شفتيهم او كنت عايشة برا، كمان هالمواقع بتسمح لك ترجعي تصيري على اتصال معهم. صحيح. ترجعي تحكي معهم، يعني ما في ليمت قد فيك تستفيدي منه. خلينا نحكي شوي عن شو هن السوشيال نتوركس اللي اكثر شيء مستعملين. رح اقطع هلا على الشاشه اللوجو واسمهم تتحفظون منيح للي عم بيحضرنا. اكثر موقع معروف واللي هو بلش كل هالموجه السوشيال نتوركس هو فيسبوك. يعني فيسبوك صار كلمه بنستعملها عادي قد ما صار معروف. يعني في ملايين الاشخاص، يعني مئات الملايين الاشخاص على فيسبوك. فيسبوك بلش تقريبا سنه 2005 وهو اكثر شيء متطور، يعني بيسمح للعالم يشاركوا صور، يشاركوا فيديو، حيلا موضوع، يخلقوا صفحه لهم للفانز مثلا الفنانين، بيفتحوا صفحه فيسبوك كرمال العالم يقدروا يتابعوهم ويتابعوا لهم تطوراتهم. غير فيسبوك عندنا كمان تويتر. تويتر غير نوع. تويتر بيسمح لك بس تحطي جمله فيها 140 حرف، يعني للاخبار الضروريه والسريعه. يعني تويتر مثل العصفور، بيحكي انه مثل زقزقه العصافير بسموها، لانه على السريع الناس عم يحكوا مع بعضهم على السريع. كمان الاشخاص الفنانين والاشخاص المعروفين بيفتحوا تويتر اكاونت تيخبروا العالم هن شو عم بيعملوا، شو اخر اعمالهم، شو اخر تطوراتهم. بيردوا على اسئلتهم ويتواصلوا معهم مباشره. هي شغله كثير مهمه انه كمان فيهم يردوا، يعني الفانز اللي بيحبوا شخص صاروا عم بيتواصلوا دغري مع الشخص اللي بيحبوه. تخيلي قد ايه انكسر هذا الخيط. يعني قبل فنان تروحي تحضريه عم بيغني ما بتتخيلي معقول تحكي معه. مزبوط. بس هلا صار فيك تحكي معه ويرد عليك. يعني قويه العلاقه بين الفنانين والفانز اللي عندهم اياهم. تويتر كمان بيسموه تغريد، يعني مثل العصافير. يوتيوب، وفي فقره بعالم الصباح ليوتيوب هو فيديو، هو عالم الفيديو. يعني اذا بدك هو مستقبل التلفزيون، او التلفزيون على الانترنت هو يوتيوب. فيك تفوتي تحضري حيلا فيديو، تحضري فيديو كليب، اذا بدك تحضري طبخ اليوم الشيف منه معنا، بس فيك تفوتي يعني حيلا موضوع تحضري فيديو قدامك، العالم كمان بتشوفيهم عم بيتحركوا. فيك تنزلي انت الفيديو اللي بدك اياه كمان وتخلي العالم إذا أنت تشوفه. إيه. في كثير بينزلوا صور، يعني اذا بتشوفي اياهم اكثر فيديو مهضومين. إيه. صور لالون فيديو كليب هن بيخترعوه او شيء، او اولادهم عم بيضحكوا، او هو اكثر فيديوهات بيحبوهم العالم هن صور الاولاد عم بيضحكوا. يعني اشياء كثير بسيطه بيحطوها على يوتيوب بصير في ملايين الفيوز، العالم عم بفوتوا عليها. صحيح.
في موقع تاني اسمه لينكد ان، هيدا جدي هيدا للشغل. يعني كل الاشخاص البروفيشنال بسموه بيفوتوا على لينكد ان، بيفتحوا اكونت على لينكد ان، هونيك بيكونوا انه جايين يشتغلوا. يعني بتحطي انت شو بتشتغلي، شو السي في تبعك، اذا عم تنبشي على شغل بتلاقي الجواب على لينكد ان. يعني اذا حدا عم بيفتش يوظف حدا بيفوت على لينكد ان بيلاقي اشخاص مثل ما هو عم بينبش، او اذا حدا عم بينبش على الشغل كمان بيلاقي حدا حاطط انه انا بدي حدا بيشتغل هيك هيك هيك. اذا انت عم بتنبش على هيك شيء كمان بتتصلي معهم، بيسمح لعالم يتصلوا وبيسمح لعالم يشتغلوا مع بعض حتى لو مش بنفس البلد. يعني اليوم ما بقى عايزه مكتب لتشتغلي فيه، عبر ويب سايتات بيسهلوا العمل برات بحالة منطقه بالعالم، فيك تشتغلي انت وقاعده بالبيت. صحيح. وهيدا الهدف اللي نحن حابين نوصل له مع المشاهدين تبعنا، انه يقدروا يمكن يفتحوا شغل هن قاعدين ببيتهم من وراء شاشه هالكمبيوتر. صحيح. هلا في شغله نقطه ثانيه بدنا نحكي عنها اليوم، هي سكايب. سكايب منه يعني تواصل اجتماعي كنتورك، بس هو بيسمح لك تعملي تليفون او تتصلي اونلاين مع شخص. يعني هلا رح نجرب باخر الحلقه رح نتصل مع حدا ونحكي معه ونشوفه عم بيتحرك قدامنا. يعني مش بس صوت، صوت وصوره، بتحكوا مع شخص بتشوفوه وينه، بتسمعوا صوته، بتتفرجوا عليه وبتشوفوا ضحكه الشخص، بتشوفوا كيف عم بيعبر. كانه قاعد معكم، يعني كانه قاعد معك من حل لمحل بالعالم. صح. هلا نحن بالحلقات القادمه رح نفوت بالتفاصيل اكثر بكل وحده من هالنتوركس، اليوم عم نشوفهم كلهم، عم نفهم كيف بيشتغلوا وشو الفكره وراهم. صحيح. في نقط كثير مهمه لازم نحفظها بكل شيء خاصه السوشيال نتوركس. يعني بتسمع كثير عالم عم بيقولوا انه فيسبوك لطق الحنك، فيسبوك تضيع وقت. هيدا الشيء منه مزبوط، بالنهايه اكيد فيك تستعمليه لتضيع وقتك اذا انت حابب تضيع وقتك، بس هو مش هيدا الهدف من وراه، وفي كثير اشياء حلوه فيها تكون وإيجابية. من وراء. هلا يطقوا حالك اذا بدهم هيك تيتسببوا، مش غلط ضروري، مش ضروري ياخذها بطريقه انه نيجاتيف، بس كمان بيقدروا يتواصلوا مع اصحاب صار لهم زمان مش ملتقيين فيهم، عائلتهم يمكن ما بيعرفوا مين من العائله بعد. أكيد. موجودين برا البلاد وبيخبروا كمان شو اخر تطوراتهم، شو عم يعملوا. يعني فيك تتعلمي تعرفي شو عم بيصير بالبلد حواليك من ورا فيسبوك. يعني في كثير ايفنتس بيصيروا، سهرات، اشياء ثقافيه حتى بعرف عنها انا من ورا فيسبوك. مزبوط. يعني ما بقى تشتري، ما فيك تشتري كل الجرايد كل يوم، بتفوتي على فيسبوك بتعرفي شو عم بيصير حواليك بالبلد من العالم اللي عم بيخبره. وهي نقطة فينا نحكي عنها كمان، انه عم بيصيروا يعني عم بيواكبوا عمل الجورناليست او الصحفيين، لانه الشخص بيشوف شغله عم بتصير قدامه، حادث، بيحطها على تويتر بلحظتها، ما في زوم يجيب كاميرا تجي، يعني خبر سريع بيوصل دغري بحطها. يعني تخيل قد ايه هن هلا كل شيء هلا عم بيصير عبر هالشاشه. يعني شيء كثير حلو. هلا في قصص لازم نعرفها، يعني مثل قوانين لازم نتبعها بس ندخل على هالسوشيال نتوركس، وانا حابه احكي مع المشاهدين عنها اليوم. يعني لازم نتذكر دائما انه بس ندخل على سوشيال نتورك عم نحط معلومات خاصه، يعني مش لازم نجي نحط معلومات ما بدنا حالة حدا يعرفها. مثل ما بنتصرف بالمجتمع عم نتصرف نفس الشيء على فيسبوك. يعني اذا بدنا نحط صورتنا بدنا نعرف انه في كثير اشخاص رح يشوفوا هالصوره ويمكن يستعملوها. اذا نحن قبلانين هالشيء بنحط الصوره، اذا عندنا مشكل ساعتها افضل ما نحط الصوره ونحط معلومات يمكن جديه اكثر او شغل. لازم نحترم يعني الطريقه اللي عم تحكي فيها معلوماتك، بدك تكوني عارفه انه في شخص رح يشوفها وكثير اشخاص ورح يردوا عليك. يعني اذا انت حابه تاخذي جواب على الاشياء اللي عم بتقوليها حطيها على الانترنت، اذا لا ما تحطيها. صحيح. وفي كمان مطرح بيكون في برايفسي او بيمنع انه اشخاص يفوتوا يشوفوا صوركم او يعني تفاصيل انتم ما بدكم تعرفوها، بس بخانه معينه المفروض اكيد بكره رح تعلمكم عليها مايا، بس انه بتسهل شوي من هذه المشكله. ايه هذا الشيء حلو انه بيعطوك القرار، انت بتقرري هالصور بدي حالها حدا يشوفه او بدي بس اصحابي اللي انا سمحت لهم يشوفوا هالمعلومات يقدروا يشوفوها. هي شغله حلوه كمان. اكيد. بس حتى هيك مش كل شيء بيتخبى. مش كل شيء. اكيد ننتبه. مش كل شيء بيتخبر. اكيد. كمان. يعني في اشياء احسن نخليها لنا، كمان مثلا اذا عم نحط صور بحفله يمكن الاشخاص اللي معنا بالصوره ما بدهم صورتهم تكون على الانترنت. هو اتيكيت لازم نتبعها، يعني بس نكون داخلين عالم الانترنت الاشخاص اللي جداد بعدهم يفكروا بهالاشياء، يعني يعرفوا انه هن عم بيحكوا مع العالم، مش عم بيحكوا بس مع اللي قاعدين معهم بالاوضه. هيدي شغله بتفرق بين عالم الانترنت والعالم الاساسي.
خلينا نفوت شوي نتعرف مين هن هالاشخاص الموجودين على فيسبوك. في كثير فنانين مثل ما قلنا، وهالفنانين يعني بيصير عندهم ملايين الفانز على فيسبوك. خلينا نشوف مثلا اكثر فنانين. اذا بتشوفي بالعالم، في المغنيه ريهانا والرابر امينيم عندهم 60 مليون فان كل واحد. هودي عالم 60 مليون شخص عاملين لهم لايك على صفحتهم على الفيسبوك، يعني عم بيتابعوا لهم اخبارهم وعم بيعرفوا شو عم بيصير معهم. على تويتر مثلا هو مجرد ما يعملوا لايك انه حبوا خلص بصير بتجي كل الاخبار اللي عندهم على الصفحه، بيعرفوا لهم تطوراتهم. على تويتر في عندنا ليدي غاغا عندها 30 مليون فولوور. على فيسبوك اللي بيعملوا لايك بنسميهم فان، على تويتر بنسميهم فولوور، يعني عم بيلحقوا التطورات. خلينا نفوت نشوف شو بيحكوا. نحكي شوي اكثر عن لبنان. بلبنان على فيسبوك اكثر شخص اكثر فنانه على فيسبوك هي اليسا، عندها 1,800,000 فان. مش هيفا؟ على تويتر. هيفا على تويتر. هلا نحكي فيسبوك على تويتر. اوكي فيسبوك اليسا عندها 1,800,000 فان تقريبا، وعم بيزيدوا، يعني يمكن بكره اذا بتفوتوا بتلاقوهم زادوا، لان هيدا شيء عالم عم بيتغير كل الوقت. صح. تخيلي يعني بين دقيقه او دقيقه بتفرق، بيزيدوا اللايكس. فهيك شغله بتشوفي قد ايه بالعالم العربي في اشخاص موجودين على فيسبوك وبالعالم كله. هلا اكيد ما فيك تشبهي ارقامهم لارقام عالميه، بس بالنسبه للارقام تبع الاشخاص اللي بالمنطقه كثير اكثر شخص عندها فانز. هات لنفوت نشوف صفحتها على فيسبوك. اكيد نشوف عن شو عم بتحط. حتى صورها وعم بتخبر عن البومها مثلا، كل ما تتصور صوره جديده بتحطها. يعني تخيلي انت اذا شخص بتحبيه عم تعرفي كل دقيقه شو في شيء جديد. يعني هو حلم كنت توصلي له من الاساس، شيء يعني كثير حلو. وهي خاصه سبب نجاحهم ليه هالقد هن، لانهم قريبين من بس هن بيكونوا اللي عن جد عم يتواصلوا مع الاشخاص اللي بحبوهم وعاملين لهم لايك، ولا بيكونوا لانه في ناس بنسمع انه عم بيحكوا ايه اليوم قالت اليسا هيك على الفيسبوك، اليوم قالت هيك على تويتر هايفا، بيكونوا هن شخصيا عم بيتابعوا او ايه؟ هيدا القرار راجع للفنان، يعني فيهم يوصفوا شركه تحكي عنهم، بس بنلاحظ انه الاشخاص اللي هن بيحكوا هن اللي اكثر شيء ناجحين، لانه بتحسي بالفرق بالاخر، بيبين بيبين اذا بيقولوا بتفوتي بيطلع لك اليسا اليوم عملت هيك، او بتقول هاي كيفكم شوفوا هالصوره انا هلا هيك عم بعمل، دغري بيزيدوا اللايكس والفولورز. شو حلو، فرجيني شو عم تعمل، بحسوا حالهم قريبين. يعني هيدا مثل انه مثل ما قلتي حلم للاشخاص. ففي منهم بينقوا شركه تعمل. هلا كيف تتاكدي انه هن عن جد؟ تويتر عنده سيستم. هلا بنشوف صفحه هيفا على تويتر مثلا، بيحط لك هيك نقطه زرقاء حد الشخص، معناتها انه هن حكوا الشخص وتاكدوا انه هاي عن جد هيفا عم تعمل. لان شو بياكد لك؟ يمكن حدا يجي يقرر يفتح اكونت يسمي حاله هيفا ويفوت يحكي عنه. هيك اشخاص فيك تخبري عنهم، وساعتها تويتر بيسكروا لهم الاكونت تبعهم. واذا هي عن جد هي هي، بتشوفي علامه زرقاء حدها، بتعرفي انه هي هي شخصيا اللي عم تحكي. يعني بتعرفي انه المعلومات موثوقه. صح. فمثلا هي صفحه هيفا عندها فوق 350,000 فولوور. مثلا ناكل اليوم شو حطت؟ حطتنا جود مورنينج. 350,000 شخص بيعرفوا، فهي بترد عليهم. هيدا شغله سر نجاحها، انه بترد عليهم بتحكي معهم وبتحط صور. مثلا عم بتحط جود مورنينج هون، عم بتقول جود مورنينج للكل، صورت صوره محل ما هي هيك في ضوء حلو، العالم كلهم بفوتوا بيعملوا فولو، بيعملوا لها ريتويت، يعني بيقولوا انه نحن شفناها لهالصوره، بيردوا عليها جود مورنينج، عم بيقولوا لها هاف ا جود داي. يعني حلو للاشخاص اللي عم بيلحقوا، وحلو كمان للفنانين هن، يعني تيكونوا قراب من الفانز تبعهم، يعرفوا بحسوا قد ايه الاشخاص بتحبهم. صحيح. هيدا لفيسبوك وتويتر. ليدي غاغا فمثل ما شفنا اليسا بلبنان على فيسبوك، وهيفا على تويتر. على تويتر. وهيدا مين؟ هيدا مش اللي اخترع الفيسبوك؟ هيدا اللي اخترع الفيسبوك، صار نجم هو كمان. للي ما بيعرفوا قصته لفيسبوك، قصة كثير حلوه. هو اسمه مارك زوكربيرج، كان تلميذ جامعه وكان زهقان بالجامعه مش طايق الدرس، ايه فتح الويب سايت فيسبوك بس هيك ليتسلى اصحابه بفوتوا عليه، يعني بالدورمز هن وبالجامعه. ما كان على اساس ابدا يكون تخطيط لقدام هالقد مشروع كبير يعني. ابدا هيك بلش، يعني هو قاعد بالجامعه ولدرجه انه انشحط من الجامعه من وراه، لانه عم بيضيع وقته على اساس هلا تضيع الوقت هلا بدهم رضاه بركي بالجامعه هلا هيك صارت. فبلش بال 2005 وصار يكبر ويكبر لحد ما اليوم صار يعني بزنس، صار ملياردير يعني هو من ورا هالشغل. اكيد. حتى هو يمكن اول شخص عايش بيعملوا عنه فيلم وبينزلوه بالسينما. تخيلي قد ايه صار انه عمل تغيير اساسي
بالعالم بطريقه اللي العالم بيتواصلوا مع بعضهم. هيدا الشيء اكيد لازم ما في نضوي عليه اكيد. هلا قبل ما ننهي مثل ما وعدناكم رح نعمل لايف سكايب كول. رح احكي معهم. في عندي صديقتي اسمها باولا، هي لبنانيه عايشه بسويسرا، وبنحكي مع بعض على سكايب. اوكي. رح اقول لها هلا هاي باولا كيفك، نحن هلا لايف. رح تلفن لها ورح احكي معها. حلو. خلينا نعمل هالحديث هلا، خلينا نشوفه مضبوط كيف بتكون. وليك لاي درجه اخذنا التواصل، نحن هلا لايف على التي في عم نحكي لايف على سكايب مع شخص بسويسرا. حلو. يلا خلينا نتصل فيها، رح نعمل فيديو هلا. يمكن تكون الكونكشن بطيئه، الفيديو يغبش شوي، مش مشكله، هاي الكونكشن بلبنان هالقد بتحمل. مهم في كونكشن. اذا بدك تجي تشوفيها خلينا نجرب. يلا. نفتحها قبل. هلا عم نجرب الكونكشن، مش عم طلقت. بحال كونكشن ما لقطت كمان فينا نحكي معها بالتشات، يعني هلا بتشوفه عم بكتب لها وعم بيبين قدامها، عم بقول لها جربي انت دقي لي مثلا. وحسب الانترنت أوكي. الاقوى. هلا عم نحكيها. الو كونكشن انترنت بلبنان. كونكشن مش عم تساعدنا. بدنا نجرب. عم بيرن عند باولا. هلا انت اللي دقة ام هي؟ هلا انا اللي عم دقة، عم بتشوفي كولينج والنقط عم بيقطعوا. بتذكروا انه ببلاش. ايه هلا كل شيء تكلفة، ما في شيء. كل شيء بوجهه شيء. عم نحكي مع باولا. مش عم بيلقط. هلا بنرجع بنجرب بعد شوي، بس خلينا نحكي شوي عن سكايب شو هو. سكايب مثل ما قلنا ما فينا نعتبره سوشيال نتورك، فينا نعتبره أكثر بديل للتليفون. لأنه يعني فيك تبعتي مثل اس ام اسات فيه، وفيك كمان تلفني، وفيك تعملي فيديو. يعني إن شاء الله نقدر هلا نشوف، أنا عم جرب على كل حال. بس إذا عملتي فيديو بتشوفي مثلا الشخص اللي مسافر بشوف أولاده أو شيء برا، وين أوضتهم، كيف قاعدين، شو عم بيعملوا. هي شغلة يعني ما كانت موجودة قبل، كثير حلوة. هلا هي بتتواصل هيك مثلا، كانت عم بتخبرني انه بتتواصل اذا بدها تعمل تحكي مع اشخاص بلبنان. هي ناشطه كثير، بتعمل حركه على الانترنت، بتستعمل سكايب كثير تتحكي مع اشخاص. انه تخيلي مضطره تسافر لتعمل اجتماع مع فيها تعمله عبر سكايب، تعملي عبر السكايب، بتختصر مسافات ووقت ومصاري كمان. صحيح. يعني اكيد بعتقد او اكيد يعني ثلاث ارباع الشرك هيك صاروا عم يتبعوا هيدي الوسيله لحتى يمكن يخففوا دفع مصاري وبيقصروا الوقت. اكيد بيقدروا يحكوا مع حيلا بلد. هلا مثلا انكومينج كول، باولا عم بتدق لي، رح قلها رح رد عليها. الو الو، حطينا فيديو. الو الو، هاي، شفتوا باولا؟ هاي باولا. كيفك باولا؟ اخيرا باولا. خلينا نشيل الفيديو. هاي هاي باولا. راح الخط. هو عادة مش هيك. هلا حسب الكونكشن، حسب قد ايه عندي كونكشن سريعة بيكون الخط يعني يا اسرع يا بطيء. هلا فينا نرجع نجرب غير مرة، خلينا نضل عم نجرب الوقت اللي معنا. على كل حال أخذتوا فكرة كيف؟ أكيد. رح خلينا نشوف شوي. هلا رح تعطي تفاصيل أنت المرة الجاية أكثر يعني. إيه بنجرب بنرجع نفوت بتفاصيل أكثر. نعم. هلا بالنسبة للعالم عم بيقولوا الكونكشن بطيئة، هلا عرفنا ليه هيدا الشيء بيقدر يكون مزعج، لأنه بتقدر توقف بطريقك بالشغل يعني. صح. بترضي هلا عندك تليفون كثير مهم والكونكشن مش لاقطة، هيدي يعني حقيقة العمل. هلا هون بتحتاج كونكشن تكون كثير قوية لأنه في فيديو، أوقات إذا بس تفتحي صوت بلا ما يكون في فيديو بتاخذ أقل بس كمان بدك كونكشن. أكيد بدي كونكشن، بس إنه أنا أوقات كون عم بتواصل مع أصحابي برا وقتها بشيل الفيديو ما بقعد بيسحب هالقد، يعني بقدر أحكي أكثر صوت بلا صورة. بدنا نستغني شو بدنا نعمل، بدنا نمشي حالنا. هيدا الموجود هلا، يعني ان شاء الله بالمستقبل يصير عندنا. بس بالفيسبوك كمان بيكون اسهل. فيسبوك رح نشوفه بالحلقات الجايين، رح نفوت بالتفاصيل اكيد اسهل. هاي بعد معنا دقيقه باولا، عم نسمعك نحن. عم نسمعك بس انت مش عم تسمعينا يمكن. كونكشن بلبنان بطيئه.
شاء الله بنرجع بالحلقه القادمه، بتخيل ما بقى معنا وقت تنجرب. معنا على كل حال مره جايه معلومات اكيد كانت مفيده، والحلقه الجايه رح تعرفينا اكثر على كل هول مواقع التواصل الاجتماعي. اكيد. يعطيك العافيه مايا. بدنا نختم الحلقه وبدي ارجع اذكر ما في فقره ورشه ملح شيف علي مش